أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشروع قانون التعديلات الدستورية ليمهد الطريق أمام تحول البلاد لنظام رئاسي تنفيذي. وأعلن مكتب أردوغان عن القرار في الوقت الذي توقع النائب لرئيس الوزراء التركي إجراء استفتاء على مشروع القانون منتصف إبريل المقبل. ويدافع أردوغان عن الإصلاحات الدستورية قائلا أنها ستحقق الاستقرار في وقت مضطرب وستمنع العودة إلى الائتلافات الحكومية الهشة. أستاذ مصباح، السؤال المباشر، ما هو السر في أردوغان؟ كيف تدار كافة الأمور هناك؟ هو في بعد شخصي واضح جدا في شخصية أردوغان، يعني راجل يعني إيه دماغه ووجدانه وعقله ممتلئ بفكرة الإيه الإمبراطور العثماني الذي يدير بقى إمبراطورية متوامية الأطراف، وكلامه لا يصد ولا يرد، وده المحرك الرئيسي الحقيقة، لأنه ما يقدرش يتكلم عن الائتلافات. وكان الحرية حزب العدالة والتنمية اللي هو الإخوانجي اللي موجود في تركيا كان بياخد أغلبية، فبالتالي لما كان بيجي شكل حكومة مش محتاج يخش في ائتلافات. النقطة الثانية إنه يعني إيه الخسائر الكبيرة التي مني بها في بصفة خاصة في سوريا الحقيقة، وانهكت تركيا وهلكت نفسها بمعنى أدق، ودخلت تخوف في سوريا فانعكست قلبت عليها الدفة، محتاج ان هو يعوض ده سياسيا بانه يقوي قبضته في الداخل، خاصة انه عدم الرضا عنه واسع جدا. لكن برضه اللي احب الفت النظر اليه انه القوة المدنية ضعيفة بعد الضربة العنيفة جدا او الضربات المستمرة حتى هذه اللحظة لانصار عبد الله جولن بالذات، فتح الله جولن، وبالتالي لا اتوقع انه هيتم مقاومة هذا الاتجاه، هو هيكمل في النهاية الى ان يلقى مصيره او يحصل بقى حاجة دراماتيكية في تركيا.